السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وتتابعونا فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للمرأة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تشيد بالمكاسب التي قالت إنها تحققت للنساء في البلد. اختتام ملتقى أطر وقيادات أحزاب كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي حول الحوار السياسي المرتقب في موريتانيا. وفي النشرة تتابعون أيضا المديح النبوي في الثقافة الموريتانية من النمط الإبداعي إلى ممارسة غنائية تعزف وتر الشمائل وتستثير أشجان محبة النبي. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة لمينة من تمم إن المرأة الموريتانية حققت خلال الآونة الأخيرة قفزة في مجال الولوج إلى صنع القرار السياسي. وأعلنت من تمم في كلمة ألقتها بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة عن انطلاق برنامج مشاريع مدررة للدخل لصالح التعاونية النسوية على عموم التراب الموريتاني. شكلت السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية في مسيرة المرأة الموريتانية نحو التقدم والازدهار، واتسمت المكتسبات التي حققتها ببعد النظر ووضوح الرؤية والفهم السليم للإشكاليات الناجمة عن الغبن التي عانت منها عقود خلت. فنخلد اليوم هذا العيد بمكتسبات طالت مختلف اهتمامات المرأة الموريتانية. يضيق المقام عن ذكرها كاملة، لكن نذكر منها أهم ما تحقق في السنة الماضية، وهو تعزيز الترسانة القانونية الناطق ضمن لحقوق المرأة والضامنة لها من خلال القانون رقم 032/2014 صادر بتاريخ 31 دجنبر 2014، المغير لبعض أحكام القانون رقم 67/39 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والقاضي بتوحيد سن التقاعد عند 60 سنة لصالح النساء المستخدمات والمسيرات بالاتفاقية الجماعية. خلدت الشبكة الموريتانية للتنمية الاجتماعية ذكرى اليوم العالمي للمرأة تحت شعار مشاركة المرأة من أسباب التنمية بتنظيم معرض لبعض الصناعات التقليدية. جرى ذلك بمبنى بلدية عرفات ومشاركة عشرات النسوة من الشبكة والمستشارات بالبلدية، أكدنا على ضرورة وأهمية دور المرأة في القضايا التنموية. نحن في شبكة نسوية دائما شي كامل اللي يعاون في رفاهية الأم والطفل نحن ماشيين فيه. بين اللي نختاروا لا رواية اللي يتعاون في تنمية المرأة، والمرأة منين تتنمى قطعا عن الطفل اللي يكبر لأنه جيد وحسن. وكيف قالت السيدة العمدة عنا دائما نختار نحن أنشطتنا ما هم كيف الأنشطة اللي ندوروا بهم دائما البيع والشراء زين ونبقوا يقير عندنا احنا أصلا قاع دائما فكرة عنا مدة السنة كاملة نعدلوا الإنجازات ونلودوا المطالب بياكلنا نقدوا نمدوا يد العون لأخواتنا يوك الضعيفات ياك يوقفوا وودوا في نفس مستوى نحناتي. قال رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد والمحام إن العمل على محاربة مختلف أشكال التمييز يعتبر إحدى أولويات سياسة الحزب، داعيا النساء الاتحاديات إلى العمل من أجل تبوء كافة المناصب في الحزب. جاء ذلك خلال حفل نظمه نساء الاتحاد من أجل الجمهورية في نواكشوط تخليدا لذكرى اليوم العالمي للمرأة. بالأمس كنا نحتفل باليوم الوطني لمكافحة أشكال الاسترقاق، واليوم نحتفل بالعيد الوطني والدولي للمرأة، وتعرفوا ما بين الاثنين من روابط يجتمعوا في المكافحة في العمل ضد التمييز وكافة أشكال التمييز اللي يعتبر أحد أهم مبادئ اللي يقوم عليها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. هذه الثقافة اللي تراكم هذا العمل النضالي ضد أشكال التمييز ضد المرأة وترقية حقوق الإنسان تتكامل اليوم، وهي مسؤوليتكم كاملين. لا تحنوا حد يعطيكم شي، هذه رواية يلا تعدلوها أنتم أنفسكم وتشتغلوا عليها أنتم أنفسكم وتعتبرونها ما معدلة بها الأخلاق الحد ولا معطية فيها الخطمة الحد. المرأة الاتحادية يلا تظل دائما في المقدمة، كيف قلت لكم من خلال المؤتمر الماضي أن الأبواب كلها مفتوحة للمرأة الاتحادية تقبل موقعها بالحزب.
طلبت رئيسة اللجنة الوطنية لنساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم مع شفال منتفرجس بتعزيز مكانة المرأة الموريتانية في الواقع السياسي والاقتصادي بالبلد وتطبيق القوانين الخاصة بالقضاء على أشكال التمييز والعنف ضد المرأة. وأشادت منتفرجس في كلمة ألقتها خلال ندوة نظمها نساء الاتحاد من أجل الجمهورية بالمكاسب التي قالت إنها تحققت لصالح المرأة الموريتانية. أيها السيدات والسادة، لا شك أن هذه المكاسب التي حصلت عليها المرأة الموريتانية ستساهم في النهوض بها، ومن أجل تعزيز هذه المكاسب وسعياً إلى الوصول إلى تنمية متوازنة، فإننا في اللجنة الوطنية للنساء باسم نساء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية نطالب بما يلي: تعزيز وتكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة خاصة في المجال السياسي والاقتصادي، تطبيق الترسانة القانونية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، دعم وتعزيز ارتفاع نسبة حضور المرأة في مراكز صنع القرار، العمل على تحسين الظروف الصحية للمرأة للحد من وفيات الأمهات، القضاء على ظاهرة التسرب المدرسي في صفوف البنات. خلدت المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للأصلاح والتنمية تواصل ذكرى اليوم العالمي للمرأة التي تصادف 8 من شهر مارس تحت شعار لم نعد في أمان. وطالبت المنظمة النسائية لتواصل بضرورة تفعيل قوانين العنف ضد المرأة والتمييز غير الإيجابي ضدها. معنا أن يارت نعود يد بيد كاملين ضد هذه الظاهرة، ويارت نعود نحن تمينا مجتمع من انتقلنا انتقال مفاجئ من بدا وإلى الحضر، وتمت المرأة مكرمة معززة يعني عاد تنهان وعاد تنضرب وعاد يمارس عليها جميع العنف. هذه رواية ما هي كلام، هاي على أرض الواقع، وقليل منها ما يظهر في المنظمات وقليل منها ما يلتج. نحن نشوف العليات اللي ممارس عليهم العنف، وهم تقول لك واحدة أنا ما قدر نمشي نشكي منه بلي فضيحة، وهذا ولد عمي والله ده من القبيلة، وحتى عنها تشكي منه لا تدخل القبيلة ويدخلوا القبائل، والله لا خلق أي جرم معناها عنه. يا رتنا نوقفوا كاملين ضد هذه، نحن نساء الإصلاح نوقفوا ضد هذه الظاهرة ومنجين بها وطالبين من ذا المنبر عن تطبقنا القوانين وعن الجونات المعتدين الغاصبين عنهم، يا رتهم يطبق فيهم القانون. اختتم أطر وقادة أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي الديمقراطي ملتقى نظموه بنواكشوط، ناقشوا خلاله ضرورة ومعوقات الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. وقد اعتمد الملتقى في نقاشاته التي استمرت يومين الورقة التي كان قد تقدم بها الرئيس الدوري لأحزاب كتلة المعاهدة مسعود البلخير كمنطلق للوثيقة التمهيدية. المزيد من التفاصيل نتابعه في سياق التقرير التالي. أطر وقيادات من مختلف الأحزاب المشكلة لكتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي يناقشون في ملتقى بنواكشوط وثيقة المعاهدة التمهيدية للدخول في الحوار السياسي المرتقب بين المعارضة والنظام. فالمعاهدة التي كثيرا ما التزمت الصمت كما يقول بعض متابعيها، أو عملت في صمت كما يقول بعض قادتها، تطرق هذه المرة باب الحوار السياسي من زاوية الضرورة والمعوقات، فهو ضروري بالنسبة لها من أجل الخروج مما تعتبرها أزمات تعاني منها البلاد، لكنها ترى في ذات الوقت بوجود تحديات قد تعيق مساره إن لم يتم التغلب عليها. هذه الوثيقة هي بداية لهذا الحراك السياسي الذي ننتظر منه بإذن الله أن يكون حراكا مفيدا للبلد، وأن يعطي نتائج مثمرة وبناء لهذا البلد، وأن نصل إلى الوقت الذي فيه يعلن الجميع عن انطلاق هذا الحوار. الملتقى يعتمد كنقطة انطلاق لأعماله ورقة تمهيدية كان قد تقدم بها الرئيس الدوري لكتلة أحزاب المعاهدة على أن يخرج المشاركون فيه بخلاصة نهائية تحدد رؤية المعاهدة بشأن الحوار السياسي المرتقب. هذه المجموعة الخيرة من أطر الأحزاب ستكون لدينا وثيقة تمهيدية، معتمدة طبعا هذه الوثيقة التمهيدية على الورقة التي تقدم بها الرئيس الدوري لأحزاب المعاهدة الرئيس مسعود البلخير، وبناء على اقتراحات وطلب وتوجيه من رئاسة المعاهدة حررت اللجنة الدائمة واللجنة التنفيذية للمعاهدة وثيقة ستكون إن شاء الله وثيقة تمهيدية.
ويأتي نقاش المعاهدة وثيقتها للدخول في الحوار أياما بعد إنهاء المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة وثيقة تضمنت ممهداته للدخول في الحوار السياسي، كما شكل لجنة ينتظر أن تلتقي الأمين العام لرئاسة الجمهورية ملايول محمد لقضف للنقاش معه بشأن هذه الوثيقة. فهل تقود وثائق المعارضة هذه إلى حوار سياسي يختلف عن التجارب السابقة؟ أم أن الوثائق ستكون شيئا ويكون الحوار السياسي شيئا آخر؟ نشأ المديح النبوي نمطا إبداعيا في الثقافة الموريتانية، حيث شكلت القصيدة المديحية غرضا مطروقا للشعراء والعلماء والأدباء من ذوي المشرب الصوفي، وعبر الحقب تطور شعر المديح النبوي إلى ممارسة غنائية تعزف وتر الشمائل وتستثير أشجان المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نتابع. المديح النبوي فن إنشادي تطور وازدهر في موريتانيا خلال القرون الأخيرة، وتأسست فنونه المتنوعة شعر غناء وحداء، واصطنع لنفسه طبقة المداحين الذين نشأت فرقهم وسط حفلات الزوايا الصوفية. المديح، ممارسة المديح النبوي هي ممارسة تتيح لفاعلها وممتهنها أو المشتغل بها تتيح له إبداعا منقطع النظير. لماذا؟ لأنه من الناحية المنطقية نلاحظ بأن الذي يقوم بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم هو يقوم به حبا في ذات وعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي هو يقوم بعمل يحبه بعيدا عن التملق والتكسبي. لذلك تم التفريق بين المدح التكسبي والمدح التملقي، التفريق بينه وبين المدح النبوي. وتشكل المواسم الدينية كذكرى المولد النبوي الشريف فرصة دائمة لاستعراض الفرق الفنية المختصة بالمديح ما تفتقت عنه قرائح الشعراء من بديع الشعر وجميل الغناء، احتفاء بتلك الذكرى العبقة بالمحبة للنبي وأهل بيته واستعراض سيرته العطرة وذكراه الخالدة في تاريخ العظماء من أنبياء الأمم ورسول الله إلى الأقوام والشعوب. كتجسيد شعوري وإمتاع الأسماء وإمتاع النفوس بهذا الغرض. هناك من يبدعون وينتجون قصيدة مديحية ولكنهم ليسوا مداحين، هناك من يمدحون وليسوا شعراء. وظل المديح النبوي مصدرا للإبداع وملهما للعبقرية لدى الشعراء والمنشدين والمغنين الذين سخروا فنهم لنشر الشمائل النبوية بصيغة غنائية وشعرية ثرية بالصور والإيحاءات المبدعة، خصوصا وأن الشناقطة اعتمدوا النظم والشعر وسيلة للتأليف والكتابة السيرية، مما جسر الهوة ما بين المديح الغنائي والقصيدة والنظم الشعري. ويخضع هذا التراث الآن بصيغه الفنية المختلفة غناء وشعرا ونذرا للدراسة والتحليل والمقارنة مع البيئات الصوفية المشابهة التي وظفت الفنون الغنائية لخدمة المدائح النبوية. أما المدائح الأميرية والمناقب العربية فقد تداخلت مع المدائح النبوية من حيث توظيف الوسائل والنصوص، غير أن عبق السيرة وعطر الشمائل ظل يشكل مخزونا روحيا مميزا للمديح النبوي عبر تعاقب العصور. تشكل المرتفعات الرملية التي تحيط بالطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومقاطعة ياو تلميذ خطرا كثيرا ما يتسبب في حوادث سير تودي في الغالب بأرواح البعض وممتلكاته. ويشكو عدد من السائقين السالكين لطريق نواكشوط أبو تلميذ من انتشار الهضاب والمرتفعات الرملية على جوانب الطريق، كما يشكون انتشار الحفر وهو ما يتسبب وفق هؤلاء في حوادث السير. تفاصيل وأفا نتابعها في سياق هذا التقرير. طريق نواكشوط أبي تلميذ يعد أحد أكثر الطرق في موريتانيا خطورة بفعل المرتفعات والهضاب الرملية التي يمر من بينها الطريق الأطول في البلاد. بعض مقاطع الطريق حديث عهد بالترميم، فيما يبدو أن أعمال الصيانة تجري في بعض المقاطع، غير أن ما يقدره السائقون هنا بأكثر من ثلثي الطريق تكثر فيه الحفر وتتآكل أطرافه. الطريق ما هي صالحة للشيء سوى الشنوة، لا بد لها من الصيانة من هنا تأهي للنعمة وتو ويا ياسم البيدات جودة لم تعدل فيها شم التراب هنا تيا راعي هون ساحر بوتيلميت 30 كيلو 35 كيلو بوتيلميت قط جاوب ما تشم بنات صابوا شم التراب على حاجة الطريق أنا ولا هي مرسو بها حاجة الطريق وهم عادوا كارثة عادوا دامين تقضوا تقضوا رجال كراو شوي عن قدره تقوم عمود من الغبرة.
ما يشكل خطورة كبيرة في حال ازدحام السيارات. السائقون هنا يشكون مما يصفونه إهمال الجهات المسؤولة في البلد لهذا الطريق الذي يفك العزلة عن 6 ولايات وعشرات من المدن والقرى والتجمعات السكانية. حوادث السبب مصدر الناس اللي كلها يعود عشنا يعود قدامه الوتات ويدفع هو في موتات قدامه كامل الوتات ولا تلقى جابر نفسه قد يدخل في بليده تناقل مع واحد اخر شيء طالع يعود مولاه ماشي كان صراع 200 يعود مولاه كان ماشي صراع 200 لو نبت الحوادث اللي خلقوا عدو. على جنبات هذا الطريق تتكدس بقايا السيارات المتحطمه ويتحدث حطامها عن حوادث مأساوية حصدت الأرواح والأموال. الكثبان الرملية التي تحيط بهذا الطريق تشكل هي الأخرى تحدياً كبيراً للسيارات في حال توقف أصحابها للصلاة أو التسوق، وأحياناً لا تصمد رباعيات الدفع أمام هذا التحدي ليستسلم أصحابها في انتظار تدخل منقذين متطوعين. اختطف نادي تفرنزين صدارة الدوري الموريتاني لكرة القدم من نادي سنيم كانسادو بعد أن وقع الأخير في فخ التعادل أمام نادي الإكسر، بينما فاز تفرنزين خارج دياره على نادي مودرن كيهيدي. أما مفاجأة الجولة 16 من الدوري فهي خسارة الكونكورد أمام تجوكشا ب3 أهداف مقابل 1. التفاصيل في التقرير التالي. تعادل المتصدر وبذلك ثاني الترتيب يتربع على الصدارة. خسر أبناء داهي خارج ديارهم وعادت الغواصة البرتقالية لسكة الانتصارات من جديد بعد أن انتهت في بعض المحطات الماضية من الدوري. خسر الكونكورد أمام تجكجا. تلكم هي عناوين الجولة 16 من الدوري الموريتاني، لكن كيف حصل ذلك؟ سليم كانسادو الذي حل ضيفا على العميد الإكسر فرض عليه التعادل بدون أهداف تذكر، بل ونجاوى ببدنه حين ضيع الحارس سليمان جلو ضربة جزاء مستحقة للعميد الإكسر. فعاد نادي سليم كانسادو أدراجه إلى المدينة المنجمية بنقطة ليست بالثمينة، لأن تفرنزين صاحب المركز الثاني عاد إلى العاصمة نواكشوط بدوره قادما من مدينة كيهيدي وفي جعبته 3 نقاط ثمينة تركته يتربع على صدارات الدوري الموريتاني بعد طول انتظار حين دك شباك نادي كيهيدي ب4 أهداف مقابل هدف يتيم. في العاصمة الاقتصادية نواديبو وصلت الغواصة البرتقالية سلسلة انتصاراتها ودكت شباك نادي زمزم ب3 أهداف مقابل هدف معلنة عن عودتها وبقوة بعد أن كانت طيلة الجولات الماضية هي الحلقة الأضعف. ولعل مفاجأة هذه الجولة هي خسارة الكونكورد ب3 أهداف مقابل هدف من نادي تجكجا. إذن سنيم يحل في المركز الثاني بعد أسابيع وهو في الصدارة، ويخرج العجوز بيراماغي لأول مرة إلى حافة الملعب وهو الذي عهدته الجماهير الموريتانية جالسا طيلة مشواره موجها ومرشدا عن بعد أيضا. وأفسن وديبو يعود وبقوة، وتفرنزين يتصدر الدوري الموريتاني بعد تربص دام شهور. وحتى اللحظة كأس بطولة دوري هذا العام لم تتلون بعد بزي فريقها الأجدر بحملها، وما زالت تائهة ولا تعرف طريقها، وحتى ضرب الودع والرمل اختلطت عليه أوراق بطولة هذا العام. نهاية نشرة أخبار السادسة من قناة المرابطون وقد تابعتم فيها. موريتانيا تخلد ذكرى اليوم العالمي للمرأة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية تشيد بالمكاسب التي قالت إنها تحققت للنساء في البلد. اختتام ملتقى أطر وقيادات أحزاب كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي حول الحوار السياسي المرتقب في موريتانيا. وفي النشرة تابعتم أيضا المديح النبوي في الثقافة الموريتانية من النمط الإبداعي إلى ممارسة غنائية تعزف وتر الشمائل وتستثير أشجان محبة النبي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة على حساب صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. 9 نشرة أخبارية مفصلة بحول الله. السلام عليكم.